ماما هي الشاي، أكلتي أكل تقيل مشان ترتاحي. أنت كل اللي هامك هو الشاي الأخضر، شو ما شفتي شو صار؟ أنا خايفة كتير على ابني مانديرا، طلع معها حق. ابني ما بقى في عائل أبداً، يمكن جنى على الآخر. إيه؟ ليش بنتي؟ ليش سامرات؟ شو عمل غلط؟ ليك عمي، أنت ما شفت اللي صار؟ شو ما شفت الحركات تبعه؟ ما سمعته شو كان عم يقول يعني؟ بحياتك شفته عم يعمل أو يقول هيك شي من قبل؟ مو معقول، أنا عن جد خايفة كتير عليه، خايفة يكون الحادث أثر على عقله لسامرات. بس أثر بطريقة منيحة. يا عمي ابني صاير معه مشكلة كبيرة وأنت قاعد عم تضحك مو على بالك؟ لا لا تخافي، أنت عم بتفكري زيادة عن اللزوم، اللي صار اليوم كتير منيح، كوني مبسوطة هيك أحسن. وشو الأحسن؟ سيشالا لازم تكوني مبسوطة كتير لأنه ابنك تغير وصار رجال طبيعي. سامرات تغير وهالشغلة عن جد كتير منيحة. خلص لا بقى تفكري بطريقة سلبية، لازم تنبسطي. مزبوط، أخي ومرته كانوا مبسوطين كتير، تركيهم ينبسطوا ماما، هن الاثنين مرتاحين، شو بدك أكتر؟ تعي لهون لجنبي يلا. عادي. يا ترى أنت حابة تقولي لي شي؟ أورمي، أنا بعرف أني كتير أذيتك من قبل، أنا زعلتك وكتير بكيتك، بس إذا بتريدي حاولي هلأ أنك تنسي كل شي صار معنا وارجعي طبيعية مرة تانية. أعطيني فرصة واحدة بس. إيه؟